خلينا نبدا بسؤال، يعني ايه جيش قوي؟ يعني نقول على جيش انه ده جيش قوي. بص على رقم، هي ثلاث صفات اساسيه. واحد، انه يكون جيش وطني، يعني يعلي من المصلحه الوطنيه على اي حسابات اخرى سواء كانت طائفيه او عرقيه. خدوا بال حضراتكم كلمه طائفيه دي عاده هي ترجمه للدين حينما يوظف في السياسه. فمثلا تقول ايه ده في انقسام طائفي، يعني معناها انه ناس من اتباع ديانتين او اكتر مختلفتين حولوا المساله انه ديانتي افضل من ديانتك ويدخلوا مع بعض في صراع. فكره عرقي يعني دي مساله لها علاقه باللغه عاده، يعني بيقول والله انه العرق ده في موجه العرق دهوت، وقد يكون هناك تفاصيل اخرى تتعلق بهذه الانقسامات. تاني حاجه بتقول لازم الجيش يكون مهني. يعني ايه مهني؟ جاي من كلمه مهنه، يعني يلتزم بالضوابط والقواعد العالميه في التدريب والتسلح. ده كلام مهم، لانه خلاص جيوش العالم الحديثه بقت لها معايير مختلفه معايير متماثله، يعني هقول متشابهه لدرجه التماثل عشان يكون تعبير ادق، يعني في ازاي هي بتدير العلاقه ما بين القوات والعلاقه ما بين الجيش ده والجيوش الاخرى والتسلح، وعندها خطط تسلح. انا ناقصني هنا ايه؟ محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل تدريب مع مين؟ محتاج انتشر بأي طريقة؟ فلابد ان يكون الجيش القوي مهنيا بهذا المعنى. ثلاثة، انه لازم يكون جيش غير مسيس. يعني ايه غير مسيس؟ يعني لا يخضع للطيف السياسي بحساباته بقى وتعقيداته. فتلاقي جيش تبع حزب الوفد وجيش تبع حزب المصريين الأحرار وجيش تبع مش عارف ايه، لا لا لا، هو مش شايف ده، هو شايف حاجة واحدة بس ألا وهي الوطن. فالجيش غير المسيس لا يتبنى أي أجندة حزبية من أي نوع، ولا يعلي حسابات حزب على حسابات حزب آخر أو طائفة على طائفة أخرى. في لحظات تاريخية معينة، وهنا لازم الكلام يؤخذ بدقة شديدة، في لحظات معينة حصل تحول سلبي في تاريخ بعض الجيوش العربية، ضعفت وغير العربية كمان، بس احنا نركز شوية أكتر على بعض الحالات اللي حدث فيها نقول انحراف، حدث فيها مرض أصاب جيش من الجيوش وكان لابد أنه يعاد إلى مساره الصحيح وإلا تحدث مشكلة كبيرة.